عوايد هل الغلبة ومن ماضي الأزمان لهم حاضر التاريخ يشهد لماضية هم أهل الثلاثة اللي تسمعوا بها السبعان أكبر البخوت أهل البشوت الحساوية أكبر البخوت أهل البشوت الحساوية الكرم والفخر من على الجدة لهم في سنام المجد بصمة وماريا عوايد هل الغلبة ومن ماضي الأزمان لهم حاضر التاريخ يشهد لماضية هم أهل الثلاثة اللي تسموا بها السبعون كبار البخوت البشوت الحساوية فعايل هل الغلبة يرجح بها الميزان لهم وقفة بالطيب ما هي الكرم والفخر من على الجدة لهم في سنام المجد بصمة وماريا عوايد هل الغلبة ومن ماضي الأزمان لهم حاضر التاريخ يشهد لماضي